شمال في الشدة راجل جبار تشرف اي حد اللي بيحب النبي
يرد عليا وهو قاعد مكانه يرفع ايده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طب انا بقول اول ما كتب القلم، كتب القلم سمع حاجه شكا؟ انت مش سامع حاجه ولا اي حاجه خالص. ولو الحس رضا موجود معايا هيقول كده، انت مش سامع حاجه. بس يا عبد السلام بعد اذن الرجاله واسع قدام عبد السلام، عايز اشوف محمد عبد السلام بسرعه. بس خالد بص يا عبد السلام قوم اقف كده بعد اذنك، قوم اقف بس ليه بس قوم اقف عشان ما سمعناش. انت مالك انت يا عم خلينا لا بس يا عبد السلام لو سمحت بس صدقه في العالم خلينا الناس واقفه، الناس واقفه لك قد ايه يا عبد السلام. بص في حاجه كمان بقى وحياه سيدنا النبي الاهلاويه صميم يرفع ايده فوق